انت عارف اللي مزعلني ان انا مش قادر اتخطى انفراد تشيلويل اللي بصالي ستيرلينج لحد دلوقتي، ولا قادر اتخطى ان الكابتن بتاعي الجوله دي واللي قبلها مضيعين ضربات جزاء، ولا قادر اتخطى انك لحد دلوقتي ما عملتش لايك سبسكرايب وشير، فعلت جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتنا اول ما تنزل، وانزل في الكومنتات عيط معايا وقول لي جبت كام نقطه. ويلا بينا. يعني اول وتاني يوم في الفانتازي كانوا ماشيين كويس، جاكسون سجل اخيرا بعد كنت براهن عليه من بدايه الموسم، ساكا خد ضربات الجزاء تاني وسجل كمان واحده، وراشفورد وبرونو اخيرا عوضونا. ايه اللي حصل في اليوم التالت ده بقى؟ يعني ايه فودن دكه واكانجي بره ال 18؟ هتستفيد ايه يعني؟ انا زيك بالظبط كنت فاكر انه لما يروح يعمل عمليه الدنيا هتهدى شويه، لكن واضح ان روحه لسه في الملعب. المهم الماتش قصاد شيفيلد كان ماتش صعب، واضح ان هم مقفلين كويس، وبقى اصعب اكتر بعد ما هالاند ضيع ضربه الجزاء، وكمان الواطي بعد ما سجل مش عاجبه وقلب وشه. بجحتك يا اخي، يعني تخيل معايا كده هالاند كان سجل الاثنين 10 نقط 3 بونص 26 نقطه بالكابتن، طبعا ده في الاحلام وما حصلش. سيتي الماتش الجاي هتقابل فولهام في الاتحاد، وده هيبقى ماتش اسهل لان فولهام بتهاجم، مش هتفضل راكنه الاتوبيس زي ما شيفيلد عمل، ودي فرصه احسن لهالاند انه يعوضنا، ويا ريت ما يقلبش وشه المره دي. حابب اتكلم عن انفاريز وانه كان حلو جدا في الماتش، ده غير ان انا لاحظت انه خد معظم الكرات الثابته سواء كورنرات او فاولات، وصنع اربع فرص للتسجيل منهم ضربه الجزاء اللي بتاعت هالاند اللي كانت تحسب اسيست. ولو انت واحد من الناس اللي بتفكر تجيب واحد من فودن او الفاريز، حاسس ان المقارنه هتميل ناحيه الفاريز اكتر، على الرغم ان الفاريز ارخص بمليون تقريبا، لكنه دايما اخطر في الملعب. ارسنال وفولهام، وبصراحه بيني وبينك انا متضايق من التعادل، كان نفسي المنافسه تبقى واضحه من بدايه الدوري، انا شايف ان في فريق او اتنين بس اللي بيأدوا كويس وباقي الفرق يعتبروا خارج المنافسه لحد دلوقتي. يعني انا من البدايه ومن الانطباع الاول حاسس ان السيتي منطلق لوحده زي ما بيعمل كل موسم، وارسنال اللي نفسه على الدوري السنه اللي فاتت لسه ما فوقش لحد دلوقتي. قصاد فولهام كان جات اكتر من فرصه ان هم ينهوا الماتش من بدري، لكن للاسف ما قدروش يسجلوه. يعني ساكا ضيع كره بالهيد في الست يارده، ومارتينيلي اللي جات له كوره وبرده ما شاطش. يا حبيبي شوت، الشوت سهل. يعني انا بالنسبه لي تروسرد لازم ياخد فرصه على الجناح مكان مارتينيلي، لحد دلوقتي انا مش عارف ارتيتا مش راضي يخرجه ليه. هو بدا بيه كمهاجم وما اداش كويس، لكن تروسرد في العادي بيتالق اكتر على الجناح. كل ده كوم، وهافرتس كوم تاني، بجد الراجل ده صفقه اسلحه فاسده. يعني قصاد فولهام عمل اسيست واتلغى بسبب ان هو اوف سايد، وهو اساسا ما كانش مباصيها لاوديجارد، ده كان مباصيها لتروسرد وهي راحت له كده. يعني انت عندك واحد على الدكه زي فابيو فييرا نزل قلب الماتش، ليه ما ياخدش دقايق على هافرتس؟ قدر ياخد ضربه جزاء وصنع اسيست لنكيتيا، وحتى لو ما عملش الحاجات دي هو كان بيأدي كويس في الملعب، عكس هافرتس اللي دايما بحسه تايه. دي تقريبا كل حاجه حصلت في الماتش. الحاجة الوحيدة برضو اللي لسه بفكر فيها لحد دلوقتي، هل اوديجارد ضربة الجزاء الجاية هو اللي هياخدها ولا ساكا اللي هيكمل؟ مانشستر يونايتد وكل اللي كان عنده لعيبة من مانشستر فهو فعلا صبرت ونولد. يعني انت لو واحد ما دخلتش بيعت لعيبة مانشستر بعد جولين نوتنجهام يبقى انت اسد والله. انا عن نفسي بعد الهدفين دول دخلت الترانسفيرز وعمال انقي هجيب مين مكان برونو، بس الحمد لله يعني الواحد من خبرة السنين اتعلم الصبر من اللعبة الجميلة دي. المهم مانشستر يونايتد وارسنال قمة الجولة، وكالعادة انا ما بحبش اراهن على ماتشات الكبار. يعني ماتش زي ده اي حاجة ممكن تحصل، ماتشات صعب تتوقعها. يعني مثلا الكامباك اللي عمله مانشستر هيفرق معاه كتير، عكس لو كان خسر الماتش قصاد نوتنجهام كانت المعايير هتختلف. عندك ارسنال على الناحيه الثانيه معمول عليها كامباك اساسا، يعني هتنزل الماتش بروح مختلفه. كل فريق من الاثنين هيبقى نازل عايز يكسب، وماتشات التوب 6 دي هي اللي بتحدد مين اللي هيكسب الدوري، فاكيد الماتش صعب. وانت اكيد عندك واحد او اثنين من كل فريق فلاعبه، لكن ما فكرش الكابتن حد. توتنهام وبيرنلي، وحابب اتكلم عن ماديسون وحلاوه ماديسون. يعني انا بجد بشوفه في كل حته في الملعب، وليه انطلاقات من ورا لقدام من ورا المدافعين وقدر يسجل بيها، بجد مرعب. يعني غير الجول اللي جابه كان ممكن يطلع له بجولين واسيست كمان، سون واضح برده ان هو اتحسن وكان ممكن يعمل اسيست او اثنين كمان. واحد من الاسيستين دول ضيعهم صور اوبشن ب 4.5 في نص ملعب توتنهام، هو بيتقدم كتير لكن ما تستناش منه كتير، في الاول وفي الاخر هو لاعب باربعه ونص في واحد من الفرق التوب 6 بيلعب اساسي. يعني انا عن نفسي تشيكوميكا بالنسبه لي احسن، لكنه للاسف اتصاب وهنضطر نستنى بعد الانترناشونال بريك لحد ما يرجع، بس برضه اودوجي على الناحيه الشمال وبورو على الناحيه اليمين اوبشنز كويسه. وابتدي من دلوقتي فكر في لعيبه توتنهام لان ماتشاتهم حلوه، وبالنسبه لي هو واحد من اكتر الفرق اللي بتلعب فعلا كره ممتعه وبيهاجموا كتير. تشيلسي ولوتون تاون، وعايز اقول لك ان ستيرلينج كان ممكن يسجل هاتريك عادي جدا، يعني انت شفته في الفانتزي جايب لك جونين واسيست، بس عايز اقول لك ان هو كان ممكن يسجل اكتر من كده بكتير. اديني سبب واحد ما خلاكش تجيب تشيلو لحد دلوقتي. يعني راجل كل ماتش باين ان هو فعلا خطير، بيخش الصندوق كتير، يعني ده تقريبا اكتر باك في البريمير ليج بيعمل كور هجوميه قدام. انزو فرنانديز لعب في مركز اقرب تحت المهاجم وكان خطير، لكن ما اظنش ان ده هيكمل كتير، لان بعد ما تشيكوميكا او مودريك يرجعوا اظن ان هم هياخدوا المركز ده. جاكسون بقى على الرغم ان هو جاب 7 نقط، بس كان واضح برده انه ممكن يجيب اكتر. كرة تشيلويل اللي بصاها لستيرلينج كانت اسيست جاكسون، لو كان شاطها كنا هنستفاد اكيد. كرة برده ستيرلينج اللي راحت قلب على وشه او شاطها من جنب العرض وما عرفش يسجلها كانت اسيست برده لجاكسون. فالراجل واضح ان هو كان عايز يعمل حاجه، حتى كان بيحاول يشوط كتير
فجاكسون الفترة الجاية عينك عليه. الماتش قصاد نوتنغهام هيبقى فيه فرص كتير برضو، لكن اعتقد هيبقى اصعب بكتير من ماتش لوتن تاون. وكلنا شفنا نوتنغهام قصاد مانشستر يونايتد ما كانش خصم سهل، وقبليهم برضو قصاد ارسنال خسروا 2-1 بالعافية. فالماتش على الورق يبان سهل، لكنه في الفانتازي وفي ارض الملعب ما اعتقدش انه سهل خالص. بس انت كده كده لو جبت ستيرلينج او عندك واحد من جاكسون او تشيلويل اكيد هتلعبه، لكنك تكابتن حد فيهم فكر مرتين. برايتون ونيوكاسل، وده من اكتر الماتشات اللي انا مستنيهم الجوله الجايه. بس انا عايز اسال ديربي سؤال واحد، مين يقعد جواو بيدرو دكه وينزل ويلبك؟ اديك خسرت. المشكله ان بيدرو لما نزل كان ممكن يعمل حاجه، وكان ممكن تجيله ضربه جزاء. ستوبينيان لعب الكوره في ايد المدافع زي كوره السيتي بالظبط، لكنها المره دي ما اتحسبتش. التحكيم الانجليزي بقى، يعني الكوره دي لو كانت اتحسبت كان على الاقل طلعت بجون لجواو بيدرو واسيست لستوبينيان. وبيني وبينك انا بيدرو بعد الماتش ده هحدد اذا كان هيكمل معايا ولا لا. على الناحيه الثانيه برده نيوكاسل نفس الفكره، انا عايز اجيب ايزاك وبعد الماتش ده هقرر اذا كان هجيبه ولا لا. وانت لو بتفكر زي تجيب ايزاك فخلي بالك ان هو بيلعب 70 دقيقه بالكتير قوي، وويلسون بينزل مكانه بياخد اخر 20 دقيقه. فعموما خلي عينك على لعيبه نيوكاسل في الماتش ده، شوف مين فيهم ممكن يتالق برده عشان هتجيب منهم كتير الفتره الجايه. نخش في فقره تجيب مين وتبيع مين وتحط عينك على مين. اول حاجه اسهل ماتشات الجولات الجايه هي ماتشات تشيلسي. فانا عن نفسي لو عايز اي اوبشن اجيب منه الفتره الجايه اكيد هروح لجاكسون او ستيرلينج او تشيلويل. يعني انا قبل الجوله ما تبتدي قلت اروح اجيب جوستو ولا سانشيز، جوستو ولا سانشيز، وفي الاخر رحت جبت سانشيز. ولو بتفكر في اوبشنز بره تشيلسي فانا شايف ان توتنهام ماشيين كويس جدا، ومن اكتر الفرق زي ما قلت لك اللي بيلعبوا كره حلوه. ماديسون نجم الفريق، وانا بحب الفرق اللي بيبقى فيها لعيب هو اللي الكوره بتلف حواليه. فانا بالنسبه لي لو انا هغير اي اوبشن من نص الملعب فانا هجيب ماديسون، وبيني وبينك انا جبته اساسا. ولو عايز تكفر من دفاع توتنهام فانا شايف ان اودوجي هو المتالق. وزي ما قلت لك حط هناك لعيبه نيوكاسل. عندك ايزاك طبعا مهاجم الفريق، جوردن اللي سجل الماتش اللي فات، والمريون اللي جاب كره في العرض. استون فيلا برده من الفرق اللي دايما بتبهرني، وكده كده انت عارف ديابي واتكنز مش محتاج اكلمك عنه. انا جاي اتكلم عن ماتي كاش. استون فيلا الماتش اللي فات لعب بخطه 3-4-2-1 او 3-4-3، فكان كاش واخد ادوار هجوميه اكتر ودخل جوه الصندوق اكتر. فلو كمل على المركز ده او لو كمل بالشكل ده اكيد هفكر فيه. حط هناك برضو على لعيبه ويست هام، تحديدا انطونيو بوين. عندهم الماتش الجاي لوتن تاون، اكيد هيبقى اوبشن حلو جدا لو فكرت تجيبهم من دلوقتي. لوتن تاون من بدايه الموسم واضح ان هو الفريق اللي هيبقى حصلت الدوري. وبعد كل ده اكيد ما تنساش ان دي اخر جوله قبل انترناشونال بريك، فبعد ما تخلص الجوله ما تروحش تجيب او تبيع حد، الكلام ده على قبل الجوله. اصبر لحد ما اللعيبه ترجع من المنتخبات بتاعتها، لان وارد تحصل اصابات كتير وانت شايف اللي بيحصل من اول الموسم. نخش في فقره كابتن مين، واكيد ايرلينج هالاند. لا عادي، هو يا ابني ده في شيء مفروغ منه، انا هكمل لسه، والله ما في اوبشن غير. طبعا السيناريو معتاد واللي بنقوله كل جوله، هالاند هو دايما بيكون افضل اوبشن للكابتنه. كلنا شفنا قصاد شيفيلد يونايتد ضيع ضربه الجزاء، لكن لو ما كانش ضيعها كان هيطلع له بجونين اقل حاجه. فهالاند قصاد فولهام اعتقد من وجهه نظري ان هو افضل اوبشن في الكابتنه الجوله الجايه. ولو مش عايز تكابتن هالاند فانت عندك اوبشن تاني زي ماديسون، اكيد كويس قصاد بيرني. كده كده ماديسون هو راجل اول فريق، بيشوط على الجون كتير، بيهاجم كتير كمان مع السيت بيسز. فاكيد لو مش الكابتن هالاند رقم 2 هيكون ماديسون، ده لو عندك طبعا. دور الكباتن المضمونه، اما الكباتن الريسك فانا شايف ان واحد من جاكسون او ستيرلينج هيكونوا كويسين جدا. ولو عايز تبقى ديفرنشال بقى ولا مش مسؤول، فلو انت عندك انطونيو او بوين اكيد كابتن حد فيهم. وبالنسبه لتشكيلتي فانا هحطها لكم هنا دلوقتي. انا جبت 54 نقطه الجوله اللي فاتت، وترتيبي على العالم هو 640,000. واتمنى بعد الانترناشونال بريك والاصابات ما اقعش، بس انا كده كده محضر الوايلد كارد. بس يا سيدي دي كانت كل حاجه. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير، تفعل جرس التنبيهات عشان توصلك حلقاتنا اول ما تنزل. كان معاكم احمد خالد 365، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.